يعد شهر فبراير كل سنة هو ظهور موديلات جديدة من السيارات تخلو الوكالات من توفير كميات كبيرة تلبي حاجة السوق لها، ما يجعل المستهلك في قائمة الانتظار لأشهر غير محددة المدة حتى استلام سيارته الجديدة، وهو الأمر الذي جعل البعض يتجه إلى المعارض التي ضاعفت الأسعار بنسب كبيرة جدا دون وجود رقابة، وأيضا مستغلة عدم توفر هذه السيارات في الوكالة. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي المستثمر في سوق السيارات الأستاذ علي رضا، وأيضا ينضم معي من الدمام نائب رئيس غرفة السيارات بغرفة الشرقية سابقا الأستاذ يوسف الناصر. أرحب بكما، أبدأ مع الأستاذ علي رضا. أستاذ علي، هل أسعار السيارات الجديدة لدينا نفس بنفس الوكالات بالخارج، هل هي نفس الأسعار؟ يعني الوكالة هنا والوكالات في الدول الأخرى هل هي نفس الأسعار؟ وإذا كان هناك اختلاف ما هو السبب أستاذ علي باختلاف الأسعار ما بيننا وبين الدول الأخرى؟ الأسعار بين الدول الأخرى زي ما كانت هي عليه دائما. الوكالات تتناقش وتتفاوض مع المصانع كل سنة لأسعار السيارات اللي يشترونها للسنة القادمة. بصفة عامة احنا عملنا عدة بحوثات، والآن تعرف بعصر الانترنت والجوجل ومعرفية واحد ممكن يدخل على أي موقع وكالات سيارات أو أسعار سيارات في أي محل في العالم، بتلاقي أنه الأسعار يعني مقاربة مع بعض. هناك مشكلة أخرى يعني يمكن استسبق الحديث، ولكن هي شح السيارات بسببين. أولا إغلاق المصانع وقت جائحة كورونا، للآن في مصانع ما بتشتغل 100%، وشح الشرائح الإلكترونية في نقص كبير في العالم في الشرائح الإلكترونية اللي تدخل في صناعة سيارات، تلفزيونات، غسالات، أي شيء إلكتروني. فهذه كلها يعني الأسباب سببت شح في إمدادات السيارات في جميع أنحاء العالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية. فزي ما حضرتك ذكرت أنه فبراير شهر جديد، وعادة تلاقي الوكالات بيعملوا خصومات على الستوك حق السنة الماضية وعشان ينزلوا. هذه السنة ما حد عمل لا خصومات ولا شيء لأنه ما في سيارات أصلا عشان تخصم عليها. فهنا يعني في مشكلة، يعني مشكلة عابرة إن شاء الله يعني نتعداها خلال كم شهر. لما نتكلم على صناعة السيارات بصفة عامة، لما تتوفر الشرائح الإلكترونية ولما المصانع ترجع تشتغل فول تايم يكونوا تعدوا مرحلة الكورونا إن شاء الله. نعم، هناك أيضا رأي آخر أستاذ علي، أنه هناك من يحجز سيارات كثيرة العدد للمعارض، وبعد ذلك إذا أتت هذه السيارات كبيرة العدد وكثيرة العدد يبدأ برفع أسعارها في المعارض. هل ما رأيك بهذا الحديث؟ هذا ممكن يصير. على سبيل المثال في وكالتنا، يعني نحن ما بنبيع كثير بالجملة، في وكالات أكبر، ولكن اللي بيصير الزبون إن كان فرد إن كان شركة إن كان يمكن موزع بيجي وبيعطيك دفعة أولى لشحنات قادمة بعد شهر شهرين ثلاثة. فلما تجي هذه الشحنات طبعا بتسلم السيارات، بتكون أصلا السيارات يعني عدد قليل منها كذا ولا كذا، لكن الزبون مهما كان صفة الزبون يكون حاجة السيارة ودافع قيمتها، فهو بيدفع قيمة الوكالة للسيارة وبيأخذها. بعض الزبائن بيستعملوا السيارة، أغلب الزبائن بيستعملوا السيارة لأنفسهم، لكن بعض الزبائن بيشوفوا أنه سيارتهم مرغوبة ومطلوبة في السوق، وإذا دغري باعها يمكن يكسب له كم قرش عليها. فطبعاً الوكيل ما عنده، والكلام هو على المستهلك، لأن المستهلك عارف كم قيمة السيارة هذه عند الوكيل، وممكن يروح للوكيل حتى إذا السيارة ما موجودة عند الوكيل ممكن يحجز للوكيل، ولكن بعض الناس ما يبغوا يستنوا، يبغوا يعني يروحوا عند لأنه عند الموزعين، والموزعين ليسوا ملزمين زي الوكالات على سعر معين. الموزع ممكن يشتري سيارة من وكيل
بعدين يروح يبيعها ب 20 25 50% زيادة. النظام لا يمنع من هذا. جميل الشيء. واضح كلامك أستاذ علي. أنقل التساؤل للأستاذ يوسف الناصر. أستاذ يوسف، هل ما يحدث الآن في معارض السيارات من ارتفاع وصل إلى 100% وأكثر أيضا يسمى من باب الاحتكار؟ احتكار، ولكن هو زي ما قال الأستاذ، تحجز السيارات لفترة ينتظر دافع المبلغ، لما توصل العميل ما ينتظرها حتى يأخذ من الوكيل، فيضطر أن يشتري بسعر أعلى، ولكن هذا يفترض أن السعر يكون معقول في حدود 10-20% زيادة اللي شاهدناه بالمعارض الأستاذ يوسف 100% وأكثر أيضا. نعم 100% أشوف أنها مبالغ فيه، وهذا يعتمد على للأسف يبدو أنه في مشكلة في الصوت عندك أستاذ يوسف، تحاول تحلها. أستاذ علي، بالنسبة للانتظار، هل يعني خلنا نتكلم نظام البيع بالحجز في الوكالات أستاذ علي، هل يجب أن يكون هناك واسطة حتى يأخذ الشخص سيارته بشكل أسرع من المعتاد؟ أستاذ علي، طيب أشوف الأستاذ يوسف، تسمعني أستاذ يوسف؟ كان الصوت واضح عندي. نعم الصوت واضح. أستاذ يوسف، نتكلم الآن أستاذ يوسف عن موضوع 100%. أستاذ يوسف، هل بالفعل ارتفاعها وصل الآن، شفناه 100% بسبب أنه الأشهر الكبيرة جدا والكثيرة اللي ينتظرها المستهلك، فيضطر إلى أن يذهب إلى السوق، والسوق هنا نجد أنه راعي المعارض قاعد يستغل الموضوع ويرفع سعر السيارة 100% لأنه موجودة عنده وتقدر تأخذها الآن. أشوفها في حالات شاذة هذه جدا، 100% الارتفاع نشوفه بالسوق بحدود 10-20% زيادة، ولكن 100% حصلت على نوع معين من السيارات نزل قبل الوقت، وكانت لسيارات مفردة، يمكن أول سيارة سيارتين ثلاث وعملوا عليها مزاد، ولكن حتى لو دفع فيها هذا المبلغ أنا أشوف يضع على المستهلك نفسه. طيب عندك بالوكيل موجود بإمكانك تشتري، بينتظر 8 شهور يا أستاذي أو أكثر من ذلك. طيب إذا 8 شهور سيارة قيمتها جديد بالوكيل 800,000 ريال، أنا بدفع عليها 1.5 مليون، أنا أشوفه مبالغة من المستهلك نفسه. عندك بدائل أخرى ثانية موجودة، وش اللي يدعيك إن تدفع هذا الزيادة؟ خذ سيارات أخرى ثانية، ما هي بس سلعة أنت مضطر عليها لازم تأخذ هذه، زي السفر زي غيره مقطوع الوسيلة. طيب هل هناك جهة معنية يجب عليها التدخل في هالجانب، ولا زي ما تذكرت إنه الجميع على عاتق المستهلك هو السبب في إنه قاعد يشتري هذه الأسعار المرتفعة؟ أكيد مفروض أن وزارة التجارة تتدخل لما يكون في أسعار مبالغ فيها، سلعة تشترى يفترض يعني متعارف عليه أن الأرباح في حدود من 10-20%، قد تصل أحيانا إلى 30% للحالات النادر لانتظار فترة أطول، ولكن لما يزيد 40-50% أو 100% يفترض أن هذا يتدخل فيه، تتدخل فيه وزارة التجارة للمعارض أو التجار اللي يبيعون اللي يفرض هذا السعر. جميل، خليني أعود مرة أخرى أستاذ علي رضا. أستاذ علي، أعود إليك أيضا بالتساؤل، هل نظام بيع السيارات بالحجز المسبق هل يدخل فيها الواسطة في الوكالات؟ لا، هذه ما هي واسطة، لأنه الوكلاء تجار سيارات، واحد يعني أتمنى أنه واحد يحتاج واسطة حتى يشتري سلعتي، ولكن طبعا هذا ما بيصير، بالعكس نحن ما نصدق متى السلعة تصل إلى أسواقنا ونبيعها بسرعة. فهو الحجز أول، يعني الحجز هو يحكمه الدفعة اللي أنت أول ما تحجز تحط دفعة أولى وخلص السيارة تيجي باسمك. فبالنسبة للوكلاء لا، بالنسبة للوكلاء أهم شيء عندهم تصريف المخزون حتى يطلبوا طلبات جديدة وتجي، فما هي مشكلة. بالنسبة الموزعين أنا أتفق 100% مع أخوي الأستاذ يوسف أنه هذه حالة
حالات شاذة والأمثلة يعني زي ما حضرتك قلت أن واحد يستنى 8 أشهر، نادرا ما تستنى 8 أشهر. في بعض السيارات النادرة الغالية جدا الأمثلة اللي يعني تداولوها في التواصل الاجتماعي، والله هذه السيارة بكذا صارت فوق المليون وفوق، طبيعي ما هي هذه سيارات نادرة ولا تمثل يعني شريحة ملفتة من سوق السيارات، لكن أغلب الناس أيوة يمكن في بعض السيارات طيب. ما تلاقيها هنا وتلاقيها عند الموزع يعني هامش ربح للموزع معقول، فما أعتقد وزارة التجارة ترى بتراقب وكيف كل شيء، فإذا في داعي للتدخل وزارة التجارة تتدخل ما تقعد تتفرج طيب. هل هنا سيارة علي. نادرة كده وعملت منها قصة زي ما أقول لك من القبة من الحبة قبة، ما هذا اللي بيلبك السوق بعض الأحيان. طيب هل رفع معارض السيارات لأسعار السيارات الموجودة لها تضر بالوكيل؟ نعم أعتقد تضر بالوكيل، لأنه أنت كمان ما تبغى الوكيل حاطط أسعار معينة، أسعار منافسة للفئة من السيارات اللي بيبيعها، فلما الناس يشوفوا أنه هذه السيارة والله يعني يأخذوا انطباع خاطئ أنه هذه السيارة غالية ولكن السبب الحقيقي هو لأنه ما في الإمداد أو ندرة السيارة الآن في السوق، فلا نحن بالعكس نتمنى أنه يكون سعر الوكيل هو سعر الأساسي، واللي يشتري من الوكيل يحط ربح معقول 15-20% يعني أكثر شيء، وإن شاء الله الكل يستفيد. وكمان أنا مع الأخ يوسف حقيقة إذا المستهلك راح على سوق السيارات أحد ضاربك على يدك تشتري، إذا شايف أنه الموزع بغالب سعر السيارة لا إذا بنتظر يا أستاذ علي يشتري هذه السيارة، إذا بنتظر نعم. 5 شهور أو 6 شهور أنت كأنك تضربني على يدي لا ما في. شوف الحالة هذه العالم كله بيعاني منها، فنحن ما بنقول هذه حالة عادية أو نحن عايشين في وقت يعني لكن عادي، لكن أنت ما تشوف أنه أصحاب المعارض قاعد يستغلون؟ عن فترة بنمر فيها، فإن شاء الله لا، وأنا معك فيها 100%. واحد ما يبغى يستنى 6 أشهر عشان يشتري سيارة، ولكن نحن بنمر مرحلة صعبة لعالم صناعة السيارات مو لسوق السعودية فقط، فيعني هل إيش نسوي؟ أستاذ علي هل سياقة المرأة زادت من الطلب على السيارات؟ لا ما زادت من الطلب، اللي رأينا صراحة أنه السيارات اللي نوع السيارات اللي تباع في السوق تغير. أول كان مثلا الأسرة تشتري السيارة الكبيرة الجيب الكبير اللي تحط فيه سواق وبعدين العيلة يقعد فيه، بس الحين صارت المرأة تسوق فبطلوا يشتروا هذه السيارات الكبيرة، لأنه أول أنت زادك كرسي لما تحتاج سواق، والسيدة تبغى سيارة أصغر من السيارات الكبيرة الجيوب الكبيرة الأمريكية مثلا حاجات زي كده. فيعني نوعية السيارات في السوق اختلفت من قبل قيادة المرأة للسيارة، لكن العدد نفسه يعني ما ضعف. يعني إلى الآن نحن أكبر سنين لبيع السيارات أو كان عام 2015-16 يعني قبل ما بدأت المرأة تسوق في عام 2018، فسوق السيارات عرضة أكثر للدورة الاقتصادية وتعافي الاقتصاد أكثر من نعم واضح يعني المرأة. واضح أستاذ علي، شكرا جزيلا لك أستاذ علي رضا المستثمر في سوق السيارات. أعود شكرا جزيلا لك، أعود لضيفي أيضا الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف هل برأيك هل يجب منع مثلا ما يسمى بالطلب المسبق لأصحاب المعارض بكميات كبيرة حتى لا يكون هناك استغلال لبعض الأمور والميزات الأخرى اللي قد يحصل عليها صاحب المعرض؟ أتوقع أنه يحتاج الأمر إلى منع هذا الشيء، لأن هذه تجارة عامة وتجارة حرة، وهو المعرض أو التاجر بيغامر بفلوسه وبيدفع وبيشتري مقدم مسبق، قد يكون الوكيل نزل دفعات كبيرة أخرى ثانية وغطى السوق يرجع ثاني يخسره في بيعه، لذلك يكون هو حذر في هذا الأمر والكمية بسيطة. الأمر آخر أرجع ثاني لموضوع السيارات الفارهة واللي دفع فيها مبالغ الضعف، هذه للأسف بادرة جديدة ظهرت لنا السنوات الأخيرة، اللي هو نقول عليها التباهي بأنك تستلم سيارة، أول سيارة تكون أنت مستخدم وتدفع الضعف شيء بمليون تدفع فيه مليونين علشان ما تنتظر عشان تكون أنت أول من يقتني هذه السيارة. السلعة السيارة الفارهة تعتبر كماليات، السيارة نعم ضروريات كسيارة ولكن كفارهة تعتبر كماليات،
فلا يفترض ان نبالغ وندفع ونكون هذه ظاهره فينا، فهذه محسوبه على المشتري نفسه يعني. نعم. الاستاذ يوسف الناصر نائب رئيس غرفه السيارات، رئيس غرفة بغرفة الشرقية للسيارات، شكرا جزيلا لك.